عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة. وأكد الوزير أن مشروع حديقة تلال الفسطاط محل اهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، مشددا على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ وتكثيف أعداد العمالة والمعدات لدفع معدلات الإنجاز. وقد أوضح الوزير أن حديقة تلال الفسطاط تخلق متنفسا جديدا لأهل القاهرة بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.